تنص السياسة الأمريكية الجديدة للتقارب من كوبا على الإجراءات الآتية، خصوصاً إعادة العلاقات الدبلوماسية المجمدة منذ يناير 1961، وتخفيف بعض القيود المفروضة على السفر والتجارة والإنترنت، وسيسمح من ثم للسياح الأمريكيين بجلب منتجات كوبية قد تصل قيمتها إلى 400 دولار، وإعادة النظر في وضع كوبا التي لا تزال تعتبر من الجهات الداعمة للإرهاب الدولي. وقد أكد الرئيس باراك أوباما أن الولايات المتحدة ستستمر في النضال من أجل حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية في كوبا، لكن مبادرة البيت الأبيض تلقى انتقادات كثيرة من الكونغرس المخول وحده رفع الحصار المفروض على الجزيرة منذ أكثر من 50 سنة، والذي تخطت كلفته 1,000 مليار دولار. ويحاول الرئيس راول كاسترو منذ تسلمه الرئاسة من شقيقه فيدل سنة 2006 إبعاد البلاد عن النموذج السوفيتي، وبات النظام الشيوعي يسمح للكوبيين بالسفر إلى الخارج مع قيود مخففة، ويشجع القطاع الخاص لا سيما في مجال الزراعة، علما أن كوبا لا تزال تستورد 80% من موادها الغذائية بكلفة سنوية تناهز 2 مليار دولار، ويسمح ببيع الشقق والسيارات وشرائها. لكن المعارضة لا تزال تعتبر أن هذه الإصلاحات هي جد ضعيفة وبطيئة.